وللحديث عن الموضوع معنا من عدن الدكتور عبد الله لملس، وزير التربية والتعليم. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا. ونحن نتحدث عن 4 ملايين طالب وطالبة تسربوا من التعليم في اليمن. إلى أين إذن على الوضع التعليمي داخل البلاد في ظل الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية؟ مساء الخير أولا لكم في التلفزيون الآن ولمشاهديكم الكرام. مساء النور. وثانيا فيما يتعلق بالحرب، نتائج الحروب كارثية على أي مجتمع من المجتمعات، وبالتأكيد صابت اليمن الحرب هذه في مقتل، وخاصة في مجال التعليم. ولكنني لا أوافق الرأي فيما يتعلق بعدد الطلاب المتسربين بعدد 4 مليون. كم العد بحسب يعني تقديراتكم أو إحصاءاتكم أو دراساتكم دكتور؟ كم العدد إن لم يكن 4 ملايين؟ نحن كنا قبل الحرب يعني تقدير إحصائيات لدينا 1.5 مليون كانوا خارج المدرسة من الطلاب في سن الدراسة. نعم. من 7 إلى 14 سنة، وربما ضاعفت الحرب هؤلاء العدد إلى 3 مليون، لأنه أعداد الطلاب في الجمهورية اليمنية بشكل عام يصل إلى 7 مليون، فإذا تسرب 4 مليون يعني هذه 70%، ولا يعقل هذا الرقم. لكن ربما استندوا أصحاب الرقم هذا على أنه الأربعة المليون مهددين بتوقف، وفقا لتقرير اليونيسف مهددين بتوقف الدراسة. نعم. طيب إن كانوا 3 ملايين أو 4 ملايين دكتور، العدد كبير جدا. فعلا العدد كبير، ولكن هذه نتائج الحروب. طبعا في المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيين يشكل عدد الطلاب في هذه المحافظات 60% من عدد الطلاب. نعم. الجمهورية اليمنية، ونتيجة لتوقف مرتبات المعلمين الذين لا يستطيعون الوصول للمدرسة، حتى لا يتوجد لديهم حق المواصلات من شأنه يروح إلى المدرسة. ففعلا هناك تهديد كبير للعملية، ونتيجة أن الموارد المالية التي تحصل عليها الإنقلابيين لا يدفعون منها مرتبات المعلمين، وإنما تذهب إلى المجهود الحربي. طيب نحن نفكر الآن مع المنظمات الدولية في إيجاد طريقة وأسلوب. هذا ما أود السؤال عنه دكتور، هل أسهمت المنظمات الدولية بأي نوع من المساعدات، منها مثلا منظمة اليونسكو؟ المنظمة اليونسف واليونسكو أيضا نحن ندير نقاش على أساس إيجاد طريقة أو أسلوب لتحصيل الموارد في المحافظات التي يسيطر عليها الإنقلابيين في صندوق خاص أو في بنك خاص لدفع مرتبات المعلمين. لماذا؟ لأن جميع إيرادات التي يسيطر عليها الإنقلابيين تذهب للمجهود الحربي ولا تذهب. نعم. لتسديد مرتبات المعلمين والموظفين. طيب دكتور، ما أهم ما يحتاج إليه قطاع التعليم الآن في اليمن للنهوض بواقعه المتراجع بالإضافة إلى صرف رواتب الموظفين؟ نحن الآن أمام مهمة يعني تاريخية، وهي عملياً استمرار العملية التعليمية. استمرارها في هذه الظروف الصعبة يشكل صعوبة كبيرة، ولكننا مستمرين فيها إن شاء الله بالتعاون ومساعدة دول التحالف العربي على رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وبقية الدول المشاركة ومنظمات المجتمع الدولية من المانحين كاليونيسف واليونسكو وبقية المنظمات والبنك الدولي. فعلا الحقيقة يعني كبيرة وصعبة، وإذا استمرت هذه الأوضاع قد تهدد بتوقف الدراسة بشكل يعني إجمالي في المحافظات التي يسيطر عليها الإنقلابي. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من عدن الدكتور عبد الله لملس، وزير التربية والتعليم.